بس هل احنا قدام ايقاف اخر من يوم 6؟ 6 ده بعد بكره. هي عايزه هي هو القرار بعد بكره، بس هي قرار بعد عايزه بكره. عايزه حد طبعا هي الغرامه خبير في اللوائح. خلاص هي الغرامه دلوقتي، هي الغرامه دفع الغرامه خلاص هيلعب. يبقى خلاص ما عندوش حاجه، افرض ما دفعش لغايه يوم 6 خلاص يتوقف بس تاني. اعتقد ان الفيفا بيبقى عندها يعني فكره التقسيط، فكره اللي هو عدم ايذاء اللاعب، عدم ايقاف اللاعب. لا التقسيط ده بالذات لازم النادي اللي يستحق الغرامه هو اللي يوافق. الزمالك لازم نادي الزمالك هو اللي يوافق، والنادي الزمالك اكيد مش عايز الفلوس كلها. فبالتالي هي عايزه خلاص، هي عايزه حل. يعني انا اظن ان انت في توقيت لازم يكون في حل، الا الايقاف. يعني حرام انه يقف سنه لا. وبعدين يرجع يلعب 3 4 ماتشات ويتوقف تاني. دي هتبقى فيها مشكله كبيره.